حلو بس تشوف انه في بيوت العلم فيها مناره وواضح من الام كيف بتربي وواضح قد ايه كمان الولد اللي وعي باسرع امه انها هي كمان تتابع دراستها. معنا باستوديو حالتين كثير حلوين وانا كثير محمسه لهم، صبايا وهن امهات قدموا على شهاده البكالوريا، اولادهم قدموا هالسنه كمان على شهاده البروفيه بنفس السنه، جو الامتحانات بالبيت والدرس جديه جديه. خليني نبلش معك زينب. قولي لي ليش انت وقفتي بالاساس دراسه ورجعتي هلا كفيتي؟ يعني اجاني بيبي وكان من اولويات انه اهتم فيه واعطيه كل وقتي له يعني لحتى يوصلوا على الطريق الصحيح. وبعد كل هالوقت اللي هو قد ايه تقدمتي بكالوريا؟ سنين من عمر 15 زهير. 15 سنه. بعد 15 سنه بتعرف تدرس ماما يا زهير؟ كيف وضعها، جديه ولا لا؟ يعني السنه كلها درستش بس اخر شهر. اخر شهر وجابت هيك علامات ومشي حالها؟ ايه. مين بلغها النتيجه؟ مين بلغها؟ خاله. مش انت؟ ما كانش عم تفتح وقتها معنا، كان في ضغط كبير على الابلكيشنز. كنا يعني كنا مع بعض قاعدين. وكيف شكل النجاح هيك بالبيت مزدوج؟ كثير حلو يعني. بس لا انا طلعت نتيجتي قبلها يعني، بس انه بنفس الوقت كمان انبسطنا كلنا، انه حسينا بفخر انه اثنيناتنا نجحنا، انه مش واحد سقط وواحد نجح. كثير حلو الجو. بس انت كيف بدك تقول لماما اعملي لي شيء اشربه وهي بتقول لك زهير اعمل لي شيء اشربه وانا عم بدرس؟ ما هي كيف كان الجو بالبيت يعني، مين كان عم بيساعد مين ويساند مين؟ لا ما هي انا كنت ادرس بالنهار وهي اذا انا بدي شيء هي تساعدني، بس هي ترجع تدرس بالليل اذا بس. زهير هيدا انت 17؟ اسم الله عليك، اسم الله عليك. زينب يعني 13 تقريبا، ممتاز بعد قطعه 15 سنه يعني. ممتاز، برافو زهير، برافو عليك. شو انت فيري جود يعني، مش انه عادي؟ لا الحمد لله. بشو اشطر شيء؟ هيدي 17 طالعه من اي علامه؟ يعني جبت بالساينس السكرتون، هن اكثر شيء رفعوا لي علامتي. شو احلى شيء فيها لزينب؟ كل شيء. شغله وحده بحبها كثير زهير. كل شيء والله، ما هي كلها على بعضها كامله مكمله. والله علي الله يحمي لك. خلينا نروح لعندكم ناهد وعلي. ناهد انت كمان رجعتي هلا على قدمت الامتحانات، وابنك علي قدم نفس الوقت البروفيه، كمان انت اللي انقطعتي هالوقت عن الدراسه؟ انا لانه تزوجت وسافرت، ف يعني جزء كبير من انه انا وقفت انه هي السفر يعني، مش شيء ثاني. فلما رجعت على لبنان حبيت كمل، لانه حسيت انه هي شيء ناقصني لازم انا اكمل. وللصراحه حبيت نفذ رغبه المرحومه امي، لانه كانت كل سنه تقول لي يا ناهد تعي قدمي، فبهديها نجاح. كيف كان رد فعله علي لما قلتي بدي اقدم على الامتحان وهو عنده امتحان؟ كان كثير محمس، انه بتعرفي جاوب بيصير انه بدرس انا وياك ويلا يا ماما يلا، انه لا الحمد لله كان في تحميق، انه هيك كثير حمسوني بالبيت. علي احيانا الشباب اللي من عمركم بيكون انه يا الله هلا امي عم تدرس بتروح على الامتحان وشو بدي اقول لاصحابي وكيف هي فايته مع التلاميذ، بيكون هيك ملبك. انت كيف كنت؟ لا عادي، انه راحت قبل على دوره وتعرفت على رفقه وهيك وكان جو عادي. وسالتها كيف عملتها لما رجعت على البيت؟ ايه سالتها كذا مره، وسالها اذا تنجح او تسقط او هيك، بس هي تقول لي مش عارف. اخر شيء وصلوا على النتائج فاجئتني انه نجح. فاجئتك؟ كنت قاعد بالمحل بدل بي، كان بي وقت قاعد بالبيت ودقت لي قالت لي نجحت، قلت لها ما كنتش في الاول مصدقه، اخر شيء بعثت لي صار الصوره. عن جد نجحتي، عن جد نجحتي. اخر شيء بعثت لي الصوره لصدقها. ليه ما بتصدقها لامك من اول مره ولا حاسس الشغله قد كانت صعبه؟ تفاجئ. لانه انا كمان اخر كم يوم بس وقت الامتحانات بس ما كانش تدرس بالمره، اخر كم يوم بس درست هيك شوي بالليل تدرس شوي الصبح بس يكون اخواتي نايمين ومتهيين وصدمتني. لا ناهد طلعه ذكيه لعلي. لا لا اسم الله عم يحكي بنضوج كثير كبير. علي بتدرس ناهد عم تقول اخر كم يوم درست بس. امتى؟ انا اخر ساعه. لا هو كمان هو كمان عذبني بالدرس يعني، بس لا لا بس هيك كم ماده ما درسناش بالمره. في كم ماده ما درستهم ابدا، بس برافو انه قطعت يعني هلا. بس عربي انجليزي تربيه بعد في مهمين المعلم مهمين، بس كنا نجحت فيه ما عدا العرف. ناهد وزينب ناويين على الجامعه؟ اكيد ان شاء الله. شو ناويه؟ نيوتريشن بالال اي يو. شو رايك يا زهير؟ ممتاز يعني، انا كثير بحب هالفكره يعني، لانه يعني بي دكتور بيفتح عياده مع بعض وبيمشي الشغل. شو حسيت انه هيك زاد عليها لزينب؟ شو حسيت انه انجزت زينب؟
يعني شخصيتها اكيد قويت يعني بالبيت وصارت اكثر هيك مفتحه ومبسوطه كثير على الاخر. بسم الله عليه، الله يحمي لك اياه. الله يخليك. الله يحمي لك اياه. الله يخليك حبيبي. زهير بشو بقويك؟ بشطارته، يعني بوقف حدي هو كمان، شجعني كثير. وعيه. تعاطى بالامور بجديه معي بالدرس. بيحمل مسؤولية. شو تعلمتي منه لزهير؟ هيك السؤال بالإله. شطارة. شطارة. والدرس، كثافة الدرس. قد ايش شايف حالك بماما يا زهير؟ قد الدن. يعني انجاز هي اللي عملته يعني بعمره وبعد قد ايه ترك المدرسة يعني. انت شو بدك تعمل بالجامعة؟ ان شاء الله دكتور. ان شاء الله طبيب؟ طبيب شو؟ قلب. قلب؟ ان شاء الله موفق. ان شاء الله. انت والماما على الجامعة سوا فايتين حلوين كمان. ان شاء الله. انت ناهد شو؟ جامعة فايتين؟ ايه اكيد ان شاء الله. شو؟ مبدئيا بعدني محتارة بين اختصاصين، ترجمة أو أدب إنجليزي. شو رأيك علي أنت تعمل؟ أنا؟ شو لازم تعمل هي؟ تفوت ترجمة لأنه تقني لغة و أنا بحكي لغة ثانية يعني عندي سبانش وإنجلش والعربي أكيد يعني. وأنت علي شو بدك تعمل؟ أنا مهندس أدوات طبية. مهندس أدوات طبية، برافو، اختصاص هيدا وما كثير في منه، منيح إنك تعمله. اهلا وسهلا فيكم. شكرا. انا جدا سعيده انه انتم كنتوا ضيوفي، ان شاء الله يعني هذا النموذج يفرجي كثير اشخاص انه العلم ما له عمر، لازم الشخص يرجع يطحش عن جديد ويتابع. نحن محضرين لكم هدايا رح توصل على البيت لعندكم، هذا هيك جاس صغير منا لنشجع الناس اللي مثلكم. اهلا وسهلا فيكم. شكرا كثير.